دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتفتتح وزارة الأوقاف في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل 32 مسجد، منها 25 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، وسبع مساجد صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2023 حتى تاريخه لـ 615 مسجد. النهاردة هيكرم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بنها وعدد من الجامعات المصرية والعربية اللي تم إدراجها ضمن أول تصنيف عربي للجامعات، وده خلال افتتاح الدورة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب اللي بتستمر فعالياته على مدار أسبوع. النهاردة محافظة الجيزة هتنفذ أعمال تحسين ضغوط المياه ورفع الاستفادة من أعمال إحلال وتجديد خطي طرد أقطار 600 مليمتر و 900 مليمتر بمحطة مياه طمواء المرشحة بأبو النمرس، وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر هيتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ في الساعة 10 مساء اليوم حتى الساعة 6 من صباح الغد لتنفيذ الأعمال. وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي مركز مدينة أبو النمرس، ترسة، نزلة الأشطر ومانيال شيحة.